واحد اللقطه اللي دايره البال دابا ما كانت التواصل الاجتماعي ديال الكرسي، شنو وقع ورده الفعل ديالك اللي كانت تلقائيه وعفويه؟ انت جاوبتي بعد واحد السؤال انا التلقائيه ديالي ما كنكون خفت طبيعه الحال، خفت عليه، خفت يطيح، ولكن هذاك من المستملحات اللي كيقدروا يوقعوا لينا لي زامبريفيو، لان احنا هاد المشاركين ما كيكونوش عارفين شنو كتكون في المسابقه، وحتى حنا ما كيكونوش التوقعات ديالنا، لان احنا بوحدنا كنعرفوا المسابقه ولكن شنو غيوقع فيها كنعرفوه بحالنا بحالكم، يعني كنعرفوا سوغ بلاص اشنو غيقدر يوقع. وحنا صعبنا هذاك لو جو ديال لا شيز ميوزيكال اللي نورمالمون هو ساهل كيلعبوه الاطفال الصغار، وكان صعبناه منين حيدنا لهم العينين باش ما يشوفوش، هنا فين كانت الصعوبه ديالو. وشفتي كل واحد كيفاش كان كيدير لا استراتيجي ديالو، واللي قافز الرجلين اللي كيتبع ليكم كل واحد، وكانت لا استراتيجي ديالو. المهم وقع اللي وقع، ولكن شفتوا لا رياكسيون ديالي انا، وشفتها بزاف في الانستغرام وضحكت بزاف، لان ضحكت بصح في البلاطو والناس تفاعلت معها، لان كوميم كانت شي حاجه اللي جميله جدا وتلقائيه.